يعني احنا مشدودين بره وعمالين نتكلم على تمريرة غلط، تمريرة مش مظبوطة، قرار مش مظبوط. حط نفسك مكان اي لاعب منهم، ايه كمية، ايه الطريق الصعب ده؟ طبعا نيجيريا وكوتوفوار ومغرب وكاميرون في ارضها، وصامو القط وقاعد فوق، وبكاري جسامة قاعد لي في الملعب، تحجيم المدرب والاسيستنت الاتنين بره الماتش، والجول كيبر احتياطي، والباك اليمين التالت، ايه ايه ده، احنا في خناق. ف الحرب حلوة يا صامولي ايتو، عجبتك الحرب؟ اصلا عايز اقول لك على حاجه بالنسبه لصامويل ايتو، يعني هو الراجل بيحمس لعيبته، حلو، طبعا ما هو ياما كان في الملعب اصلا وكان على دراعه شرط الكابتن، يعني دي مش اول مره يخطب، بس يعني مفيش توفيق فعادي. دي حقيقة. الماتش كان فيه تفاصيل كتير قوي فنيه، يعني يمكن بالنسبه لي بدايه كانت صعبه قوي للماتش. ارضيه الملعب، ايه ارضيه الملعب الوحشه دي؟ يعني ده انتوا كاميرون، ده انتوا اصحاب الارض، فانا تخيلت ان احنا هنروح نلعب، يعني ده احسن ارض بقى هنلعب عليها، ارض مرشوشه زياده كلها بتتزحلق، رجلين اللعيبه تقيله جدا وهي بتتحرك، فكميه تحديات غريبه يا تامر، يعني سفر كل ماتش، ملاعب وحشه جدا، ارهاق غير طبيعي، طريق صعب جدا. انا مشفق على اللعيبه طبعا وبقيت مشفق علينا كجمهور، لان انا مش حمل يحصل ان احنا ما نكسبش البطولة بعد كل العشم ده، بس ما هو برضو يعني فاهم، نيجيريا، كوتوبوار، مغرب، كاميرون، سنغال، ايه صح، مشوار مش طبيعي. مشوار مش طبيعي.